هنروح مع بعض الزوم وهيكون معانا الأستاذ عبد الرحمن عبد الله خبير العلاقات الواعية. الواعية يا إيمان؟ ما هو وعي بقى، لازم نتكلم نلف في كل الزوايا عشان نوصل للمعلومة الصح. مساء الخير يا فندم. مساء النور والهنا عليكي وعلى كل المتابعين معانا إيمان. طبعا يعني الواعية، العلاقات الواعية ده لفظ جديد شوية على المشاهدين، عايزين نعرف يعني إيه العلاقات الواعية، يعني إيه؟ الإنسان مننا يا إيمان إما بيعيش بوعي أو بدون وعي. كل إنسان مننا، كل إنسان، ست راجل صغير أو كبير، إما إنه بيعيش منتبه واعي في حالة انتباه، أنا بعمل إيه؟ بعمله ليه؟ عشان أوصل لإيه؟ الآخر بيعمل معايا إيه؟ واللي بيعمله معايا بيعمله يا ترى ليه؟ يا ترى إيه نيته؟ إيه دوافعه؟ يا ترى إزاي أقدر أخلق علاقة اللي أنا نفسي فيها مع الشخص الآخر بوعي، فأقدر أعبر عن مشاعري، أتكلم عنها، أقدر إزاي أوصل فكرتي للآخر. ده العلاقات المبنية على الوعي. بس المشكلة إنه معظم البني آدمين عشان ده ما درسناهوش وما اتعلمناهوش، بنعيش بطريقة فيها غفلة أو عدم وعي. بعيش وانا زي ما بيسموها كده في عايش اوتوماتيكي، عايش زي الزومبي، عايش مش متصل بمشاعري، مش متصل بافكاري. انا بعمل عشان قالوا لي اعمل كده، بس انا مش عارف انا بعمل كده ليه. انا بتصرف بالطريقه دي عشان اظن ان الطريقه دي هي الصح، بس انا مش حاسس حقيقي الطريقه دي تخدمني ولا ما تخدمنيش. فانا عايش مغيب مفصول عن وعي. فكل انسان مننا ممكن يكون في دي او دي او دي، حسب هو قد ايه منتبه وبيسال نفسه الاسئله الجوهريه دي، انا مين؟ بعمل كده ليه؟ بعمله ازاي؟ انت عارف امتى بنسال السؤال ده؟ انا ممكن اسال السؤال ده بعد فشل اي علاقه باخد بيها. يعني صحيح. تلاقي كل بنت تقول لك إيه؟ هو انا عملت ايه عشان العلاقه دي تبوظ كده؟ طب هو انا كنت عايزه ايه من العلاقه؟ طب هو بس هو ما كانش بيسدد احتياجاتي، بس هو ما كانش مهتم بيا، بس ما كانش بيحبني زي ما انا بحبه، ده انا كنت بهتم وما بيهتمش، ده انا كنت بجري واساله. فبنرجع كده خطوتين لورا وبعد كده نقول ايه العلاقه اللي جايه او الارتباط اللي جاي انا هعمل 1 2 3. انتبه لاشياء ما كنتش منتبه ليها. واول ما العلاقه الثانيه بتبتدي بتلاقي نفسك رجعت تاني لنقطه الصفر، اللي هو ما بتشغلش مخك ولا عقلك، برضو المشاعر شغاله. فهل ده معناه ان ما عندناش ذكاء عاطفي ولا ده ذكاء اجتماعي؟ كويس جدا. النقطه الاولى قبل ما نتكلم في الحكايه دي محتاجين نرجع خطوه لورا. هو انا ليه كبني ادم بلاقي نفسي انه بكرر او بعيد نفس التجارب الماضيه وكاني من بره ما بتعلمش؟ نفس الحركات ونفس الخطوات ونفس الكلام. هي ليه؟ يعني ليه الغباء العاطفي ده؟ هو القصه مش هي غباء بقدر ما انه الانسان في نقطه اساسيه محتاج ياخد باله منها. انا بعيش التجارب وبتتكرر في حياتي، لو انا ما اتعلمتش من الدرس المستفاد اللي كنت محتاج اتعلمه من العلاقه اللي قبلها. اكتر حاجه يا ايمان بلاحظها في البني ادمين وانا كنت عليها لسنين طويله يا ايمان، انه بطلع من العلاقه بلوم الاخر عن اخطائه وتقصيره معايا، ومش منتبه خالص انا كنت مش منتبه لايه، كنت غافل عن ايه، كانت نيتي ايه، ما عبرتش عن نفسي في ايه. أنا كل تركيزي إن أطلع الآخر شرير أو شيطان، وبطلع نفسي إن أنا ضحية، إن أنا اللي بيعمل كده. ده بيجعل الإنسان ما طلعش بالدرس المستفاد من العلاقة اللي فاتت. فلأنك لسه ما تعلمتش الدرس، عيد السنة، ما تعلمتش الدرس، عيد السنة، ما تعلمتش الدرس، عيد السنة، لحد ما في لحظة أبدأ أقول أيوه، لا أنا اللي ما ذاكرتش، أنا اللي ما انتبهتش، أنا اللي ما خدتش ملخصات، أنا ما حلتش امتحانات المحافظات الثانيه، انا اللي ما عملتش ده. فابدا انتبه في العلاقات، انا اللي ما عبرتش عن احتياجاتي، انا اللي تلونت عشان الاخرين يقبلوني، انا اللي ما حطيتش حدود واعيه، انا اللي ما قلتش اللي بيضايقني واللي بيعجبني، انا اللي ما عرفتش ازاي اواجه الخلافات واقول واحط احتياجاتي على الترابيزه وبوضوح قدام الاخر، انا اللي ما عرفتش اقول لا، وانا اللي ما عرفتش برضو اوقات إني أتخلى أوقات عن بعض المعتقدات اللي أهلي ربوني عليها وأتنازل عنها شوية وأروح للآخر وأحاول أبني معاه جسر مشترك. طيب بيحصل بقى اللي ما اتعلمتش، بمجرد درس بيتم تعلمه بتروح السنه اللي بعدها حاجة. عشان تتعلم دروس ثانيه. طيب احنا عندنا نوعين من الناس. النوع الاولاني زي ما حضرتك قلت، اللي هو بيلوم دايما الطرف اللي قدامه، هو اللي ما قدرش، هو اللي ما عملش، هو اللي ما احترمش وكده، خلاص ده اللي قلناه. في الطرف الثاني او النوع الثاني من البشر والبني ادمين، اللي هو لا اتعلم الدرس وقال لك مثلا ايه، واحده تخرج من العلاقه تقول لك لا انا كنت بدي زياده، فهي عارفه نقطه ضعفها او غلطتها، لا انا كنت في عطاء زياده، بس انا اللي كان الريد فلاجز اللي خرجت انا ما استوعبتهاش، ان هو ما كانش بيعمل زيي، ما كانش بيهتم بيا زي ما بهتم. طب الناس تانية واحده تقول لك لا انا كنت بصرف فلوس كتير وانا ساعدته ماديا وانا فهو خد على كده، فما عملش مجهود ان هو يساعدني. فبرضه دي يعني في ناس فعلا بتعترف ان هي غلطت، بس صدقني بس خدي بالك من كل الامثله اللي انت قلتيها ايمان، انا ساعدته فمعناها ان هو مش كويس، كان المفروض يساعدني زياده، انا اديت كتير وهو ما ادانيش، فبرضه هو انا برضه هنا بركز على ان اخطائي ان انا اديت اكتر، ان انا كنت ملائكي زياده عن اللزوم، وده مش الدروس اللي احنا عايزين نتعلمها. امال انهي دروس؟ ما تجيش في ان انا ابقى ملائكي اكتر والاخر شيطان اكتر، لا مش ملائكي. الدروس بتيجي بان انا من البدايه قد ايه كنت قادر ابقى صادق في قدرتي عن التعبير عن احتياجاتي، وقدرتي اني افهم اللي قدامي انا مين، وما بحاولش اتلون عشان خاطر اكسب حبه، لا قد ايه ان انا قادر اقبل نفسي زي ما هي باخطائها بعيوبها، ده هيساعدني ان انا اقدر اقبل الاخر زي ما هو باخطائه بعيوبه، فده هيفتح مجال ان الاخر يقبلني باخطائه وعيوبي. لكن لما اكون انا في علاقه مش قادر اقبل نفسي زي ما هي، فبضطر ان احنا قابلين نفسنا. على فكره مين قال ان احنا مش قابلين نفسنا؟ كل الناس بتبقى داخله اي علاقه انا قابله نفسي جدا وحباها ومعليها درجه استحقاقي، على قد ما بقدر ان انا ببين نقاط ضعفي وبين الهشاشه اللي جوايا وبين اخطائي وبين ذنوبي وبين الحاجات اللي بعك فيها، ده دليل على ان انا فعلا قادر اكون قابل نفسي. بس معظمنا في الفترات الاولى في العلاقات بنحاول نتجمل عشان نحصل على قبول الاخر، لان عندي خوف ان لو بنت لو ظهرت على يعني ده ذكاء اجتماعي ولا عاطفي اللي انت بتتكلم فيه دلوقتي حالا؟ ده ذكاء اجتماعي ولا عاطفي؟ كويس،